اخبار كتير جدا في حلقتنا النهارده. خليني اقول لحضراتكم ابرز عناوين الاخبار. تاجيل مباراه الاهلي والزمالك في دوري سيدات الطائره. منتخب الطائره البارالمبي يلعب على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم. اتحاد كرة اليد يدرس تكريم أحمد الأحمر خلال كأس الأمم الأفريقية. مدرب منتخب الفروسية الجديد يجتمع باللاعبين في أوروبا. غدا انطلاق بطولة الجولة الأسيوية للمحترفين للجولف بمصر. الكشف الطبي يحدد مصير محمد مصطفى من التواجد في معسكر المصارعة. فضية وبرونزية لمنتخب القوس والسهم في بطولة أفريقيا. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل.